حفلة كبيرة لتلاوة القرآن الكريم أقامه اتحاد قراء جزر القمر مؤخرا في مدينة الكومباني حاضرة منطقة واشيلي بهدف ذكرى 54 على إنشاء جمعية ثقافية وتنمية لهذه المدينة، وأن هذه المناسبة كانت فرصة لقراءة الدعاء على أعضاء الجمعية الذين ماتوا في الأعوام المنصرمة، وأن هذه الجمعية تحتفل في كل عام بنشاطات عدة. وقد أوضح أحد السكان مدينة الكومباني أنهم سيبذلون قصور جهدهم لإقامة مثل هذه الحفلات لتوعية المواطنين على تلاوة القرآن، مؤكدا أن من ضمن الأعمال التي تقوم بها الجمعية ترميم وتوسيع الطرق والنوادي وغيرها، علما بأن الجمعية الثقافية والتنمية لمدينة الكومباني حاضرة منطقة واشيلي منشئة عام 1967.